القدس إله الواحد أمين. فصل إنجيل المبارك من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 10 إلى عداد 21 ل 28. عدد 21 لوقا 10 21. في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. في تلك الساعة، أنهي ساعة؟ هو إحنا نقدر نفهم هذا الجزء من إنجيل معلمنا يقوله إصحاح 10 لو احنا عرفنا ايه اللي قبل كده. اللي قبل كده كان الرب يسوع عين 70 رسول وبعتهم 2-2 عشان يكرزوا في الاماكن اللي هو كان رايح يزورهم، وقال لهم: روحوا قولوا قد اقترب ملكوت السماوات، قد اقترب منكم ملكوت السماوات. الحقيقة كلمة اقترب منكم ملكوت السماوات في أصلها اليوناني إن ملكوت السماوات في متناول يديكم، يعني جه ومعاكم ويظل معاكم. قال لهم: روحوا اشفوا مرضى. وفي إنجيل تاني قال لهم: اخرجوا شياطين وأقيموا موتى. ولما تروحوا أي بيت قولوا سلام لهذا البيت. وبعد كده رجع التلاميذ بفرح مبسوطين، قالوا له: حتى الشياطين تخضع لنا. فقال لهم: ما تفرحوش إن الشياطين بتخضع ليكم، لكن بالحري افرحوا ان اسماءكم كتبت في السماء. رجع السبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطان لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. إيه الموضوع ده كله؟ الموضوع ده كله معناه أن الرب يسوع قال لهم: روح اكرزوا بالملكوت، روح اكرزوا بالملكوت، ملكوت الله. روح اكرزوا بالملكوت معناها روحوا قولوا إن الله بيأسس مملكته، وإن الله هو الملك، وإن الله له سلطان في مملكة الناس زي ما له سلطان على كل الطبيعة وكل الخليقة. وعلامات المملكة دي إنه لو لقيتوا حد عيان هتشفوه. ليه؟ لأن اديتكم سلطان بروح الله أنكم تشفوا المرضى، اديتكم سلطان بروح الله أنه هتقوموا موتى، اديتكم سلطان بروح الله أنكم تخرجوا شياطين، اديتكم سلطان بروح الله أنكم تقدموا السلام للناس. فمعناها ملكوت الله قد اقترب، أو ملكوت الله في متناول اليد، يعني معناها أن الله جه وسكن في قلوب الناس اللي قبلوا طبعا وآمنوا، وسكن فيهم بالروح القدس. ولما سكن فيهم بالروح القدس قدام إمكانيات إلهية، لأنهم إزاي هيشفوا مرضى بالروح القدس؟ إزاي هيقيموا موتى بالروح القدس؟ ازاي يخرجوا شياطين بالروح القدس؟ ازاي هيقدموا السلام للناس بالروح القدس؟
فدي الرسالة اللي الرب يسوع بعت التلاميذ علشان يكرزوا بيها، انه بمجيء ربنا يسوع المسيح على الارض، الاب السماوي بالروح القدس ابتدى يشتغل في مملكة الناس، وابتدت مملكة الله الاب تظهر من خلال شخص ربنا يسوع المسيح، ومن خلال تجسده وحياته وموته وقيامته. انا ما اعرفش، انا خايف ان تكون رساله ملكوت الله دي غريبه شويه على مسامعكم او على مسامع البعض، لان الحقيقه اخاف تكون الكنيسه انشغلت ان هي بتبشر بحاجات تانيه كتيره، ولكن اخاف انها تكون نسيت موضوع ملكوت الله، يعني حلول الله في الانسان بروح القدوس، وعمل الله بالسلطان الالهي الفائق بتاعه من خلال الإنسان. فلما رجعوا وقالوا له، كانوا فرحانين خالص طبعا، قالوا له بس ما ذكرتش، قالوا له احنا شافينا مرضى كتير، واحنا اخرجنا شياطين كتير، قومنا موتى كتير، وناس فرح كتير، وناس خدت سلام كتير. فرجعين بفرح قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا. قال لهم مش بس ده اللي يفرحكم، لكن اللي يفرحكم ان انا اديتكم سلطان لدرجة ان اسماءكم مكتوبة في السماء. اسماءكم مكتوبة في السماء، عارف يعني ايه؟ يعني بقيت وارثين للملكوت. انتوا تعيشوا في الملكوت في حياتكم، ولما تسيبوا الارض هتعيشوا في الملكوت السماوي. عارف كان زمان كده في أيام العز كانوا يجيبوا رفة تحطوها على الفلل، ويقولك فيلا فلان الفلاني، معناها ايه؟ انه الفيلا دي بايه؟ بتاعته. وبعيد عنكم في المدافن يحطوا رخامة يقولك مدفن فلان الفلاني، يعني المدفن ده ايه؟ بتاعه. لا، انا اسمي مش محطوط على مدفن، ولا اسمي محطوط على بيت، ولا اسمي محطوط على فيلا، مش هو ده اللي انا بدور عليه، ولكن انا عايز اسمي يبقى محطوط في السماء، ان السماء دي ملكوت السماء بقى لي انا، بقى ليك انت، بقى ليك انت. فتخيل لما تروح السماء وتلاقي اسمك مكتوب هناك زي اسماء الرسل الـ12 المكتوبين على اساسات المدينه اورشليم السماويه، يعني معناها انك وارث للسماء، انت عايش في السماء وانت وارث للسماء، انت عايش للسماء، عايش في السماء وانت على الارض وارث للسماء لما هتروح السماء. فقال لهم ما تفرحوش بكده، افرحوا، أسماءكم كتبت في السماوات، يعني بقيتوا وارثين لملكوت السماوات، وارثين الله في المسيح يسوع. فلما الرب يسوع سمع التقرير ده من الرسل الـ70 لما رجعوا، فرح قوي من جوه، فبيقول لك في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس، ولما تهلل قال له أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. أخفى إيه؟ أخفى الحكمة السماوية والتدبير الإلهي العجيب بتاع الآب السماوي، إنه في وقت الرب يسوع كان فيه حكماء، كان فيه حاخامات، وكان في رؤساء كهنة، وكان في فريسيين، وكان في كتبة، وكل دول ما قدروش يشعروا ان ملكوت السماء جه بمجيء المسيح. ولكن مين اكتشف الكنز ده؟ ومين اكتشف الثروة دي؟ ومين اكتشف العز ده؟ هم التلاميذ والرسل اللي هم
سماهم الأطفال الصغار أو البسطاء اللي هم اكتشفوا هذا الاكتشاف العظيم، إن ملكوت الله داخلكم وإن ملكوت الله في متناول أيديكم. فهو فرح ليهم، فرح ليهم إنهم داءوا من كنز الملكوت وعاشوا من كنز الملكوت وقدموا للناس من كنز الملكوت وبشروا الناس بالملكوت. فحاجة حلوة خالص تفرح. يعني أتخيل كده ربنا يسوع المسيح بيبص علينا دلوقتي النهاردة وبعدين بيقول يا ترى كم واحد من اللي قاعدين النهاردة حاسس بموضوع الملكوت؟ يا ترى كم واحد اتكشف عن عينيه عطية الملكوت وكنز الملكوت ومواهب الملكوت؟ يا ترى كم واحد عايش بقوة الملكوت؟ يا ترى كم واحد عايش بقوة الملكوت؟ ولا احنا عايشين بالإنسان الطبيعي العادي، الإنسان بتاع العالم اللي مش شاعر بعمل الخلاص الإلهي اللي قدمه لينا الآب السماوي في شخص ربنا يسوع المسيح؟ ففي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك. دي مسرة قلب الآب، ده فرح قلب الآب. فرح قلب الآب أن أنا أكتشف الملكوت، أن عيني تتفتح على رؤية الملكوت وداني تتفتح على كلمة الملكوت، وأن أنا أعيش في الملكوت وأن أنا أرث الملكوت. أمال هو ليه بعت الرب يسوع للأرض؟ ليه؟ هو كان غاوي أن هو يبهدله مثلا؟ ولا هو غاوي أن هو ينزل ويتقتل؟ لا، ده كان فيه خطة إلهية في قلب الآب السماوي أن هو عايز الناس تشوف الملكوت، تسمع الملكوت، تعيش الملكوت وتقدم الملكوت. فدي مسرة قلب الآب، والرب يسوع جه على الأرض علشان ينفذ هذه الخطة الإلهية، إنه يعلن لينا عن الآب ويعرفنا الآب. فلما نعرف الآب نعرف ملكوت الآب ونعيش في ملكوت الآب. أنا صدقوني وأنا بكلمكم دلوقتي عمال أصلي بقول يا رب أنا مش عارف الكلام ده هيتفهم ولا مش هيتفهم. أنا عايز يا رب الكلام ده يبقى حقيقة بروحك القدوس في قلب كل واحد بيسمع، إنك تكشف له عن عينيه وتكشف له بذهنه وتنور قلبه وتنور ودانه وتنور كيانه عشان يحس إن هو موعود بملكوت سماوي يعيشه من النهاردة ويكون فيه في السماء إلى حياة أبدية. فالرب يسوع كان فرحان قوي، وأرجو أن يكون فرحان النهاردة قوي أن في ناس اتكشف عن عينيها موضوع الملكوت. فقال له أشكرك، أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. عدد 22، كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن، وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الإبن، ومن يريد الإبن أن يعلن له. طبعا آية كلام دسم مليان معاني ومليان تساؤلات. كل شيء قد دفع إلي من أبي، يعني
واحنا بنتكلم عن الملكوت، ايه الملكوت ده؟ الملكوت ده كل حاجة بتاعت الاب، كل حاجة بتاعت الاب، قد دفع الي من ابي، اتعطت لي من ابويا السماوي. تقول لي يعني ايه؟ يعني هو يعني في الحوارات اللاهوتية يقولك يعني هو الابن اقل من الاب عشان يقول كل شيء قد دفع علي من الاب. لا، هي مش حكاية اقل واكبر، لا، هي حكاية انه المسيح كلمة الاب، ما نقدرش نقول فيها حاجة دي اقل او اكبر، ده من واحد في الجوهر مع الاب. ولكن لما بيقول قد دفع الي من ابي، هو بيتكلم وهو في الجسد الانساني من جهة النسود بتاعه، من جهة تجسده، انه هو في التجسد او هو في الجسد الانساني الاب اداله كل سلطان. ولما اقول الاب اداله كل سلطان، معناه الاب اداله كل الملكوت وهو في الجسد. وانا باكد على كلمة وهو في الجسد ليه؟ لان لو اتكلمت ان هو على اساس ان هو كلمة الاب والاب اداله كل شيء، لك ده حاجة طبيعي، ما هو الاب والابن واحد مع بعض، ايه الجديد يعني؟ كل ما هو للاب هو للابن، مفيش حاجة جديدة. لكن الجديد ويفرح انه يقول الكلام ده وهو في الجسد. طب تفرح من جهة ايه؟ قال ما هو ده اللي من ملئه قد أخذنا نعمة فوق نعمة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني هو جه في الجسد والأب اداله كل ما هو للأب وهو في الجسد، اداله كل سلطان الملكوت، كل قدرات الملكوت، كل مواهب الملكوت، كل عمل الملكوت وهو في الجسد. ليه وهو في الجسد؟ تفرق معنا كتير؟ اقول لك اه تفرق معنا في كتير، لانه هو في الجسد معناه هو في الطبيعة البشرية بتاعتنا، معناه ان كل ده كان عشاننا احنا. فانت تفهمها ازاي دي؟ تفهمها ان الاب اعطى كل سلطان للابن وهو في الجسد، والابن اعطى هذا السلطان لاولاده. كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. يعني زي كده إيه، لما كنا شبهناها زمان بشجرة الكرمة، وقلنا إنه الآب بروح القدوس في الابن، الروح القدس من الآب في الابن، وبعدين كل من يثبت في الابن يسري فيه عمل الروح القدس. فأصبح بالتحادي بالمسيح، بالتحادي بالمسيح أصبح أننا ليا من المسيح أخذنا من ملئه نعمة فوق نعمة. يعني إحنا أخذنا باتحادنا في المسيح، خدنا عطية الملكوت، خدنا نعمة الملكوت، خدنا مواهب الملكوت، خدنا قدرات الملكوت، خدنا كل شيء من الآب، أخدناه أو بناخده أو بناخده. يعني أنت النهاردة ما بتتناول، أنت النهاردة لما بتتناول كل الدس بتتناول تتحد بالمسيح، معناه أنه ملكوت الله بيتحقق فيك وأنت مش واخد بالك. فكلمة مش واخد بالك دي معناها أن أنت مش عارف تشوف ومش عارف تسمع ومش عارف تفهم. لكن حقيقة الأمر أنه اتحدنا بالمسيح معناه أنه كل ما للآب صار لنا من خلال ربنا يسوع المسيح. يا رب مرة تانية بقول أعطي نعمة للكلمة وقوة للكلمة بالروح القدس عشان ولادك يحسوا ويفهموا إيه اللي بيتقال ده. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب. حقيقي هو حد يعرف روحي غير نفسي؟ ما حدش. فلأنه الآب واحد وهو في حضن الآب، فما حدش
اختبر الآب ويعرف الآب معرفة حقيقية اختبارية جوهرية كيانية إلا الابن، صح؟ في حد يقدر يجر يقول أنا أعرف الآب السماوي زي ما المسيح يعرفه؟ قال لك مش ممكن. فليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب. الآب هو عارف الابن ده هو مين بالضبط، ومن هو الآب إلا الابن، والابن هو اللي يعرف مين هو الآب بالضبط، معرفة تاني كيانية واختبارية وجوهرية ولاهوتية وكل حاجة. فالمعرفة بين الآب والابن وبين الابن والآب هي المعرفة الكاملة. ولكن كمل حاجة، قال ومن يريد الابن أن يعلن له، يعني حط لنا نصيب دلوقتي انه الابن ممكن يعلن ليك الاب. يعني اذا كان في صلاه تقدر تصليها النهارده بسيطه او صلاه تقدر تصليها بسيطه، ارجوك صلي قل له يا رب يسوع المسيح اعلن لي الاب. تقدر تقولوها دي سهله، يا رب يسوع المسيح انت اللي تقدر تعلن لي الاب. وهو لو اعلن لي الاب يبقى أعلى لي ملكوت الآب، يبقى أنا شفت ملكوت الله، يبقى أنا حسيت بملكوت الله، يبقى أنا سمعت ملكوت الله، يبقى أنا عايش في ملكوت الله، يبقى أنا رايح ملكوت الله. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه جمال عمل الآب السماوي ده في شخص المسيح؟ فالنهاردة عايزك تنشغل، قل له أعلن لي، قل له يا رب يسوع يا ابن داود ارحمني، زي الأعمى اللي راح للرب يسوع قال له يا ابن داود ارحمني، قال له انت عايز اعمل لك ايه؟ قال له مش بشوف، اريد ان ابصر. قال له خلاص حسب ايمانك. ولو واحد مش سامع مش حاسس قل له يا رب انا لا سامع ولا حاسس ولا شايف ولا عارف ابونا بيقول ايه ولا الانجيل بيقول ايه ولا ايه الكلام اللي بتتقال ده كله، اعلن ليا الاب. فلو أعلن لي الآب هيعلن لي الملكوت، وابتدي أشعر وأشوف وأحس وأعيش على رجاء، أعيش الملكوت النهاردة وأعيش على رجاء الملكوت. زي السبعين رسول دول جايين فرحانين، قالوا احنا فرحانين خالص، ده احنا عملنا حاجات ما وصفتش وباسمك أخرجنا شياطين. قال لهم ده في أكتر من كده، أكتر من كده، أسماءكم مكتوبة في السماوات، يعني الملكوت بقى بتاعكم، الملكوت بتاعك، الملكوت بتاعك. ده اللي الرب يسوع جه عشان يدهلنا، بس احنا مش قادرين نحس بيه، مش قادرين نفهمه، مش قادرين. طب تعالوا نكمل عدد 23. ثم عاد إلى تلاميذه على انفراد وحدهم وقال لهم طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه. عدد 24. لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. برضو لسه بيتكلم عن الملكوت. قال لهم يا بختكم لما قولوا فرحانين وقالوا له شوف اللي حصل معنا ما توصفش، يا سيدنا يسوع المسيح، يا ربنا يسوع المسيح، اللي حصل معنا ده ما توصفش أبدا. قال لهم يا بختكم، يا بختكم لأن انتوا شفتوا بعينيكم وسمعتوا بودانكم. طبعا المفسرين بيقولوا ما تنظرون أنهم شافوا المسيح، صح شافوا المسيح، ولكن احنا بالإيمان أيضا ممكن نشوف المسيح. فهي مش مقصود بها فقط انهم شافوا المسيح، ولكن مقصود بها انهم شافوا علامات الملكوت بالسلطان اللي دهولهم ربنا يسوع المسيح، بوجود الرب يسوع المسيح في وسطهم، وسمعوا كلام الملكوت. لما سمع الرب يسوع بيقول لهم نفس الكلام بتاع الآب، وعاشوا في الملكوت. على فكرة
احنا بكل قداس قبل وشية الانجيل ابونا بيقول الطلبة دي، بيقول الصلوة دي، يقول ايه؟ ان انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا، اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. فلنستحق ان نسمع ونعمل بانجيلك المقدسه. طب ليه بنقولها في وشيه الانجيل؟ لان احنا لما هنقرا الانجيل احنا بنقرا كلمه الملكوت. فابونا بيقول هنا انه انبياء كتير في العهد القديم كانوا يشتاقوا فعلا لتحقيق الملكوت، شافوه من بعيد واخدوا كده نسمات خفيفه من عمل الملكوت، لكن تحقيق الملكوت في ملء قوته ما حصلش الا بمجيء ربنا يسوع المسيح. فلما جم قالوا له احنا عملنا والشياطين خضعت لينا، قال له ما هو ده، انتوا شايفين الملكوت اهو، ادي انتوا شايفين الملكوت، شايفين ازاي الملكوت سلطان الله على الارض في شفاء المرضى، في راحه التعبانين، في اعطاء رجاء لناس يأسانين، في غفران خطايا للناس، في اخراج شياطين، في تقديم سلام، في حلول السلام في البيوت. انت عارف لو بيتك عايش في سلام اقول لك دي علامه من علامه الملكوت. عارف لو انت في وقت عييت وبعدين رفعت عينيك وقلت له لا انقذني وخلصني وانا ليك وانا عايز اخدمك، وبعدين راح هو شفاك، دي علامه من علامه الملكوت. عارف لو انت صليت لحد وحد ده شفي، دي علامه من علامه الملكوت. عارف لو اتقابلت مع واحد مش كويس وبعد ما اتقابلت معاه ربنا اتمجد واتخلى عن طريقه، دي علامه من علامه الملكوت. فليه بنقولها في الأوشية كله قداس؟ لأن المفروض دي مش بتاعت السبعين بس، دي بتاعتنا احنا كلنا. يعني كأن أبونا بلسان الرب يسوع بيقول لكل واحد فيكم يا بختك انت شايف وسامع، شايف الملكوت وسامع الملكوت اللي جدنا في الآب السماوي، يا بختك انت شايفة وسامع، يا بختكم لأن في أنبياء كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. ولكن يا قسرة قلب المسيح، قلب المسيح انكسر لهو شاف للناس ويقول لأبونا في ودانه كده أنت بتقول إيه يا أبونا؟ ده هم اللي هم شايفين ولا هم سامعين ولا هم عارفين. تبقى حاجة محزنة، وأرجو ما تكونش هي دي الحالة بتاعتنا. لهم أذان لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، ولهم أذان ولا يسمعون. ليه هذا الشعب قلبه مبتعد عني؟ لأن لو قلبنا فعلا مع الآب السماوي ربنا يسوع المسيح بالروح القدس كانت تتفتح حواسنا الروحية، تتفتح حواسنا الروحية ونقدر نشوف الملكوت في حياتنا ونسمع الملكوت ونعيش الملكوت ونرث الملكوت. أنا أقول لكم، ثم عاد إلى انفراد إلى تلاميذه على انفراد وحدهم وقال لهم طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه. لأن أقول لكم أن أنبياء كثيرين ملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. عدد 25، ربما حد يظن أن بدءا من عدد 25 دي قصة تانية موضوع تاني، لكن في الحقيقة هو متصل بنفس الموضوع. يقول وإذا ناموس قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ تفتكروا هي دي لا علاقة باللي فات؟ لا، هي مرتبطة ارتباط وثيق باللي فات. كأن واحد بعد ما سمع الكلام ده كله ف
فجاه بيقول لابونا، ابونا قول لي طب ارث الملكوت ازاي؟ ما هي الحياه الابديه، اصل كلمه الحياه الابديه وكلمه الملكوت هما الاثنين واحد مرتبطين ببعض. يعني الحياه الابديه مش معناها بس حياه لا تنتهي، حياه ابديه معناها الكواليتي بتاعت الحياه او طبيعه هذه الحياه ان حياه ايترنال ابديه، والايترنتي او الابديه هي طبيعه الله، يعني مقصود بيها حياه الله. فلما بتكلم عن ملكوت الله ان احنا نسمعه ونشوفه ونعيشه ونرسه، احنا بنتكلم عن حياه الله، الحياه الالهيه التي كانت عند الاب واظهرت لنا في شخص المسيح. فهو الرجل كان جميل قوي لما سمع الرب يسوع بيقول له الكلام ده، الناس اللي شافوا واللي سمعوا واللي ما شافوش واللي ما سمعوش، فقال له طب قول لي، طب انا ازاي يبقى ليا نصيب في الكلام ده؟ ازاي انا ارث الحياه الابديه؟ او بمعنى اخر، ازاي يكون حياه الله الالهيه فيا؟ ازاي؟ ببساطه خالص الاجابه اجابها الرب يسوع في عدد 26. اما هو فقال له ما المكتوب في الناموس وكيف تقرا؟ يعني انت عارف اللي كتب في الشريعه، كيف تقرا يعني انت بتقراه ازاي؟ عارف تقراه ازاي يعني ايه؟ يعني بتفهمه ازاي؟ هي الشريعه دي انت فاهمها ازاي؟ بس المشكله انهم فهموا الشريعه على طريقه ناموسيه او ليجاليستك او قانونيه او حرف، ولكن ما فيهوش معنى الشريعه. معنى الشريعه، الشريعه جات علشان تجهز الانسان وتعد الانسان عشان يرث الحياه الابديه. قال له اذا عملت حسب الشريعه هتحيا، واذا ما عملتش هتموت. فاختار الحياه، الحياه اللي بنختارها هي الحياه الالهيه. فقال له طيب انت عندك في الناموس ما المكتوب في الناموس وكيف تقرا؟ وكيف تقرا يعني تفهمها ازاي؟ تفهمها ازاي؟ عدد 27. اما هو فاجاب وقال، ده اللي هو الناموسي، قال له تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. عدد 28. فقال له بالصواب اجبت، افعل هذا فتحيا. إجابة ربنا يسوع المسيح معناها إيه؟ لو يقول له بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا، يعني إيه افعل هذا فتحيا؟ يعني أنت لو نفذت تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك هتحيا. يعني إيه هتحيا؟ يعني هترث الملكوت مرة تانية. يعني ايه هتحيا؟ يعني هتاخد معرفة حقيقية اختبارية كيانية جوهرية مع الآب السماوي. يعني ايه هتحيا؟ معناها انك هتنال الحياة الإلهية في داخلك وتعيش الحياة الإلهية وتعيش في الحياة الإلهية وترث الحياة الإلهية. هذا فتحيا. فكان السؤال عن انت بتتكلم عن ملكوت ورؤية الملكوت وسماع الملكوت وسلطان الملكوت، طب ازاي ارث ده كله؟ ازاي اعيش ده كله وارث ده كله؟ قال له بسيطة خالص، هما ايتين مرتبطين ببعض، تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك وقريبك كنفسك. الرجل الناموسي ده عجبني قوي لانه عارف يلخص الناموس كله في آية واحدة، عجبني فعلا، يعني يا ريت نتعلم منه. فأصبح يا أحبائي، ودي اللي هختم بيها أو الفكرة الأخيرة في عزة اليوم بنعمة ربنا وكلمات النعمة، إنه شوفوا بلاش تضحك على نفسك وبلاش تضحك على نفسك وبلاش أنا أضحك على نفسي. يا إما هنحب ربنا فعلا
من كل القلب ومن كل النفس وكل القدرة وكل الفكر، ونحب قريبنا زي نفسنا، يا إما بلاها ملكوت، بلاها حياة إلهية، بلاها يعني أقصد إيه، لها طول الملكوت ولها طول الحياة الإلهية، وكلها مناظر وشهات وداخلين الكنيسة وطالعين الكنيسة ولا في أي حاجة إحنا عايشينها. ده الواحد بيتسرع، أنا بتسرع الحقيقة لما أشوف نفسي بشو أعمل تصرف مرضيش ربنا، أتسرع أقول إيه ده، هو ده اللي أنا هوعز بيه، هو ده اللي أنا هتكلم بيه. وبتسرع برضو لما ألاقي الناس دخل كنيسة طالع كنيسة وتتصرف تصرفات زي أولاد العالم، لا في محبة للأب ولا في محبة للقريب، وبالتالي ما فيش محبة للمسيح، وبالتالي ما فيش حياة إلهية، ما فيش حياة، ما فيش ملكوت، فيش ملكوت. يا ترى يا رب انت اللي شايف، يا ترى كل اللي قاعدين دول متمتعين بالملكوت؟ او اقول السؤال بطريقة تانية، يا ترى اللي قاعدين دول كلهم او سامعين الرسالة دي النهاردة بيحبوك من كل القلب ويحبوا قرايبهم من كل القلب؟ ما هم متصلين ببعض، ملهاش حل، ملهاش حل، ما فيش سكة تانية. يا إما أحب الله الآب السماوي في ربنا يسوع المسيح من كل القلب من كل النفس من كل القدرة من كل الفكر وأحب قريبك نفسي، يا إما البديل لكده سامحوني إحنا بنضحك على نفسنا، إحنا بنهزر في الكنيسة، إحنا بنعمل شهات. تقولي الموضوع خطير قوي كده؟ خطير قوي كده. طب وبعدين؟ طب انا مش قادر احب، يعني مش قادر احب الاب من كل قلب وكل الفكر وكل قدره، مش قادر احب قريبك نفسي. طب حلها ايه؟ حلها ايه؟ الحل ما احنا خدناه يا جماعه، الحل ان المسيح جه، والحل المسيح بيقول لك خدني، من ياكلني يعمل ايه؟ يا حد كملها، يحيى بي، من ياكلني يحيى بي، يعني اللي هيتحد بالمسيح من اعماقه ويطلب المسيح من كل وجدانه ان يتحد به هينال الحياه الابديه، الحياه التي كانت عند الاب وظهرت لنا في شخص المسيح. انا عايزكم النهارده في القداس تعملوا حاجتين بساط. الحاجة الأولانية أنكم تقدموا شكر لله وتمجيد لله الآب على عمله وعلى خلاصه في شخص ربنا يسوع المسيح. والحاجة الثانية أنك تطلب من كل قلبك، قل يا رب أعطيني نعمة الروح القدس، بنعمة الروح القدس ان انا احبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي من كل نفسي، وان انا احب قرايبي زي ما احب نفسي. رساله اليوم دعوه، دعوه للحياه في الملكوت وميراث الملكوت، دعوه ان احنا نفرح قلب المسيح. يقول لك حينئذ تهلل يسوع بالروح وقال أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذا عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك. يتمجد الله إلهنا في المسيح يسوع ربنا بالروح القدس له كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.